بسم الله الرحمن الرحيم. أكشن باك فايف فيفث جريد الصف الخامس يونت ناين أكتيفيتي بوك ذا كولورليس وان كتاب النشاط الكتاب الغير ملون يونت ناين هاز أور كونتينز بيحتوي على 3 بيجز 35 36 and 37 صفحة 35 و36 و37. Please my little sons and daughters be interested and helpful enough to share me. Ask your mom to help us. Review يعني الأفكار بنكون ماخدينها بالفيديوز السابق. Read and complete اقرأ وأكمل. Before reading في كتب ملاحظات على دفتري ندرسها عن دفتري then come back to our book. Okay. Read يقرأ read read كل الأفكار مكررة repeated and repeated. التكرار يعلم الشطار أو التكرار علاج النسيان. Okay. Yes. We have complete يكمل completed completed arrive يصل arrived arrived so يخيط sewed sewn help يساعد helped helped. أخذنا هالأفكار كلها. Make يصنع made made اسمه review منراجع. Go يذهب went gone. Cook يطبخ cooked cooked. Read with me. Write يكتب wrote written. Do يعمل did done. Read with me again. Read يقرأ read read. Complete يكمل completed completed هيها read and complete. Okay. Arrive يصل arrived arrived. So يخيط sewed sewn. Help يساعد helped helped make يصنع made made go يذهب went gone cook يطبخ cooked cooked write يكتب wrote written we have do يعمل did done. Okay. Yes. Stay with me. Stay with me. Sleep ينام slept slept my uncle أو هاي الأفكار اللي أخذناها بالفيديو السابق بعيدها بشكل سريع my cousin ابن عمي أو ابن خالي uncle عم أو خال last plus time حكينا when we talk about specific time in the past لما بنحكي عن أحداث ماضية بالوقت محدد مثل بالصباح وبالإيفنينج بالمساء أو في بعد الظهر أو بالليل أو بالساعة كذا كل الأفكار رح تيجي عندنا الزمن past continuous was where plus ing please write soon اكتب حالا it was a lovely day إنه كان يوم لطيف please write soon اكتب حالا هاي للرسائل للتر زي الافكار اخذناها كلها بالفيديو السابق اوكي okay. الافعال work يعمل worked worked build يبني built built play يلعب played played كلها repeated ideas افكار مكرره read يقرا read read complete يكمل completed completed هيها read and complete كثير بتتكرر معانا اوكي okay. طول طويل في عنا المقارنة تول طويل بس أقارن بين إشي وإشي taller than أطول من صفات صغيرة طلعوا شو الأديشن في فيديو خاص بالكمباريزون من راجعه ما رح أحكي لكم الرابط اللي إله أنتوا لحالكم ابحثوا عنه look for it okay tall طويل taller than أطول من the tallest الأطول كنتوا تفهموا الفكرة ارجعوا للفيديو الخاص بالكمباريزون أو المقارنة people ناس people ناس كانوا people where people كانوا they will you will we where اللي هي والشي وال it was simple past okay وبالpast continuous كمان لما يكون في إلها ing فعل okay we have a short game of snake and ladder لعبة قصيرة من اللي شو اسمها اللعبة اسمها snakes and ladder السلم والثعبان هاي الكلمات أو المفردات موجودة هون طبعا ما جبت أفكار من عندي هاي هاللعبة short game of snakes and ladder wait a short game of snakes and ladder يعني كل الكلمات جايبيتها من هون tall طويل taller than the tallest بس يقارن بين واحد ومجموعة بستعمل أسلوب superlative أو التفضيل okay nice لطيف nicer than ألطف من the nicest ألطف الجميع طلع الأديشن اللي بالcomparative ضفنا لها بس لانها بتنتهي بالاي ما بنرد نجيب كمان من عندنا اي بنكتفي بالاي الموجوده عند هذا
the nicest الألطف. بالأول بنحط الذات تبعت السوبيلاتيف والأديشن آخر إشي، بس استي ما بنرد نضيف كمان إي إي، وإحنا بالصفات صغيرة بنضيف إي آر إي أس تي، بس إذا الصفة بتنتهي بالإي زي نايس ووايس بس بنضيف آر، بس بنضيف أس تي. آر فور كومباريتيف أند أس تي فور سوبيلاتيف، أند السوبيلاتيف قبل السوبيلاتيف أو قبل صفة السوبرلاتيف في عنا إشي اسمه prefix المقطع الأمامي بنضيف له الذات. كمان مرة بكرر ارجعوا للمقارنة. سيارة سو سين، ويرك يعمل ويركد ويركد، باي يشتري ملاك ملاك ماما close the window please، باي يشتري بوت بوت، and we have enjoy enjoyed enjoyed، a small building بناية صغيرة، choose يختار choose chosen، show يري showed showed، and put the light on put the light on quickly I'm sorry yes thank you، a small building بناية صغيرة، choose يختار choose chosen، show يري showed showed. rain تمطر ورين مطر، هون جاي verb rain rain rain، we have buy يشتري bought bought، كلها أفكار مكررة. sit sat sat يجلس، again rain تمطر rain rain، buy يشتري bought bought، سيارة sit يجلس sat sat. play يلعب played played، drink يشرب drank drank، tiger نمر. إيش الصفة دائما اللي بيحكوها عن التايجر؟ guess احذروا، dangerous dangerous خطر، more dangerous than أخطر من، the most dangerous أخطر الجميع، هو الليون طبعا الأسد. strong قوي، ممكن كمان strong قوي طلع كيف بالسوبرلاتيف، stronger than أقوى من، ضفنا لها ER، and in the superlative form the strongest الأقوى، strong قوي strong than أقوى من the strongest الأقوى. powerful قوي the powerful more powerful than، sorry الصفات لما بتكون زي powerful أكتر من مقطع، حكينا الفول لحالها أصلا عاملة مقطع أكتر من or more than two syllables أكتر من مقطعين، بالأول بنضيف المور وبالآخر بنضيف الذان، ما بتتحمل أي additions عليها أو أي إضافات. بالsubjective the most قبل الصفة، powerful قوي more powerful than أقوى من، the most powerful الأقوى، strong قوي stronger than أقوى من، the strongest الأقوى. تدرسوهم أول إشي عن الدفتر بعدين ترجعوا تدرسوهم عن الكتاب، ماشي ماما إن شاء الله إنه يكون الأمر سهل. اللهم صل على سيدنا محمد. good هاي من الصفات الشاذة، ما في إلها أديشن معين إنه ER أو more than أو the most، كلها بتتغير، more جيد better than أفضل من the best الأفضل، كمان مرة احفظوها هيك تدرسوا الأشياء إملائيا. good جيد better than أفضل من the best الأفضل، good جيد better than أفضل من the best الأفضل. heavy ثقيل لما الصفة بتنتهي بالواي، الواي must be deleted or cancelled، بنحذف الواي، we put I instead of it بنحذفها بنحط بدلها الآي. heavier than أثقل من the heaviest الأثقل، heavy ثقيل heavier than the heaviest. كمان بالسوبرلاتيف بنشطب الواي بنحط بدلها I E S T. ارجعوا للفيديو تبع الكومباريزون المقارنة عشان تفهموها أكتر بطريقة أحلى. heavy ثقيل heavier than أثقل من، the heaviest أثقل الجميع. dangerous الصفة الكبيرة اللي بنحط قبلها more وبعدها than بالكومباريتيف، وبالسوبرلاتيف the most قبلها، هي more dangerous than لأنها more than two syllables أكتر من مقطعين، the most dangerous الأكثر خطرا. young شاب أو صغير بالسن، younger than أصغر سنا من، the youngest الأصغر. the opposite of old older than or elder than the oldest، okay young شاب أو صغير، younger than أصغر من، the youngest الأصغر. small صغير smaller than أصغر من، طلع شو الأدشن اللي لها ER وthan، the smallest الأصغر، smaller than شو الأدشن كانت ER وthan، the smallest the بالأول و EST at the end of my short adjective الصفة الصغيرة أو القصيرة اللي one syllable. strong قوي
stronger than. هلا قبل شوي قلناها كمان مرة، هنا بنكررها، التكرار علاج النسيان. strong قوي، stronger than أقوى من، the strongest الأقوى. جوز عصير، كفي قهوة، قهوة heavy ثقيل. الهيفي طلع كيف؟ شو حكينا عنها؟ يلا بنكرر بالأفكار نفسها، نشطب الواي بنحط بدلها I heavier than أثقل من، the heaviest الأثقل. برضو بنكرر dangerous خطير، more dangerous than أخطر من، the most dangerous. exciting مثير، more exciting than، the most exciting. لأنها صفة more than two syllables. okay yes let's move to our activity book. unit 9 عبارة عن ثلاث صفحات، 3 pages، 35 36 and 37. okay yes study them with me، درسوهم معي، read اقرأ and complete وأكمل. اللهم صل على سيدنا محمد. read and complete اقرأ وأكمل. ما رح أحكي choices فوق، هاي في choices بالبوكس هنا، نحكيهم لما منعبي الجمل. okay dear علي معناها إيش؟ letter رسالة. مين المرسل؟ اللي آخر إشي بكون حاطط التوقيع اللي إله خالد هو المرسل، the person who receives علي. okay كل آي رح تكون وصورها عائدة على مين؟ refers to خالد. I me my mine على خالد. dear علي عزيزي علي. my uncle works عمي يعمل. he or she will it بتاخد اسم simple present. in a tall building في بناية طويلة. in the city في المدينة. my brother and I يعني we. my brother and I يعني we أخي وأنا. visited him زرناه، هاي simple past حالي تاني، visit يزور، visited visited. yesterday أصلا من مفاتيح الحالي التانية، لما بتشوف yesterday حالي تانية visited. كمان مرة dear علي عزيزي علي. my uncle works in a tall building عمي يعمل في بناية طويلة. in the city في المدينة. my brother and I أخي وأنا visited him قاموا بزيارته yesterday البارحة. it's the tallest building إنها البناية الأطول. it's the tallest building إنها البناية الأطول. in the street ليه استعمل معها أسلوب السوبيلاتيف؟ ما قارن بين بناية وبناية تانية، بناية أطول من بناية، أو بناية أجمل من بناية، أو بناية كلرفول أكتر من بناية أزهى ألوانا. قارن بينها إن حكى هي أطول بناية بالشارع كله. كلمة in the street في كل الشارع، in the class في كل الصف، طالب في كل الصف، city مثلا in the world في كل نهر، في كل الأنهار، in the street بكل الشارع. استعمل أسلوب السوبيلاتيف، إنها الأطول، إنها البناية الأطول. كاين أساسها تول بالكمباراتيف تولر ذان بالسوبيلاتيف ذا، ذا اللي معناها الأطول أو أطول الجميع، الأطول ذا اللي بالأول، و إي أس تي اللي بآخر الصفة. كي يس It's the tallest building in the street. إنها أطول بناية بالشارع. We went up to the top. صعدنا. Went up. صعدنا أو ذهبنا لأعلى. To the top. And we looked at the street. ونظرنا إلى الشارع. Simple past. Went. Go. يذهب. Went. Gone. Simple past. الزمن ملاحظين. هاي simple past. Visited. هاي simple past. Went. هاي simple past looked من look، هاي simple past من go went، هاي simple past من visit visited. we looked at the street نحن نظرنا إلى الشارع. it was raining إنها كانت تمطر. هاي الاس الباست continuous اللي أخذناها قبل شوي.
الواز والوير بلس اي ان جي. It was raining. السكاي يعني was raining. The sky was raining. السماء كانت تمطر. Okay. And the people were very wet. البيبل كانوا ايش؟ مبتلين. Very wet. مبتلين جدا. اطلعوا كيف الواز والوير اللي بعدهم صفة اسمهم simple past. الواز والوير اللي بعدهم ing اسمهم past continuous يعني بعدهم فعل. ما يجي بعدهم فعل اشي طبيعي انه رح يجي بالing. we call it بنسميه past continuous. مرت معنا الماضي هون بشكلين الواز والوير اللي بعدهم طبعا شرحته بالفيديو السابق ارجعوا له يا رب ترجعوا له. it was raining. it was raining. اذا الواز والوير اللي بعدهم فعل بنضطر نحطه بالاي ان جي. شو اسمه؟ اسمه باست كونتينيوس. الواز والوير اللي بعدها صفه اسمها سيمبل باست، واللي بعدها اسم اسمها سيمبل باست ماضي بسيط، واللي بعدها جار ومجرور اسمها سيمبل باست، اللي بعدها اي اشي بس مش فعل اسمها سيمبل باست. اوكي. ماي انكل عمي او خالي. عمي او خالي was very kind. هاي simple past. هاي was اللي بعدها صفة. okay. لأن أخذت was لأنه في عندنا singular noun my uncle. لو كان جمع كان أخذت where. he she it was الأسماء المفردة. they you we were والأسماء جمع. he she it I كمان was لأنه ماضي الآن كمان was. okay. my uncle was very kind. إذا ال was اللي بعدها صفة اسمها simple past. he showed us رانا his desk يعني ورجانا his desk مقعده. okay simple past. and we played نحن لعبنا a short game لعبة snakes and ladders السلم والثعبان. then ثم he took us أخذنا. مين هو اللي أخذنا؟ الأنكل الماي أنكل أخذنا. took us إحنا ما بنقدر نحكي وي بعد الفعل. شكل المفعول به أو اللي بعد الفعل من الوي اسمه object us. أرانا his desk and we played a short game. هاي حكيناها أنا بعيد قاعدة أنا بعيد قاعدة I'm sorry. then he took us أخذنا to a cafe لمقهى. some people had ice cream. بعض الناس كانوا إيش هاد هون جاي معناها ايت كانوا ياكلوا ايس كريم. كانوا ياكلوا ايس كريم. اصلا كل عائلة الهاف الهاف والهاز والهاد اللي بتتبع باسم باكل اشي اشي اكل معناها ايت. لما تتبع باشي بنشرب معناها درانك. لما بتتبع بشاور او باث معناها توك شاور ياخذ حمام. كي لما تتبع بشيء يمكن تملك او تعود ملكيته الفاعل معناها اون. كي لأن people had ice cream يعني ate ice cream أكلوا الآيس كريم. we chose برضو simple past من half صح. we chose من choose كله simple past simple past simple past الزمن حالي تانية. we chose اخترنا choose 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 حطيتها بالدفتر. a fruit salad سلطة الفاكهة. I think أنا أعتقد كل آي عامين عائدة على خالد اللي بيكون حاطت اسمه بالأخير أو توقيعه بالأخير. okay. بيكون هو the speaker. the person who speaks or talks. the person who talks to us. or the person who is talking to us. okay. I think that a fruit salad is nicer than قارن بينها وبين الآيس كريم. فاستعملنا أسلوب الكومباريتيف أساسها كاين nice. nicer than يعني more delicious than ألذ من الآيس كريم. okay. لو إنها كان قارن بينها وبين كل الأشياء اللي كانوا بياكلوها كان حكى the nicest one. okay. then ثم we went home ذهبنا للبيت من ال go went. it was a good day كان يوم good لطيف يعني nice day. we are going to visit my uncle. نحن سوف are going to زائد الفعل معناها سوف نزور my uncle again soon. soon soon من الانديكيتورز تبعت الفيوتشر مستقبل.
عشان هيك استعملنا ال is going to, are going to, am going to, ال we are going to, they are going to, you are going to, he is going to, she is going to, it is going to, I am going to, زائد الفعل سوف نزور, سوف نزور. Again, again, we are going to, نحن, they are going to, هم, you are going to, أنت, I am going to, أنا, he is going to, هو, she is going to, هي, it is going to, ضمير مفرد لغير العاقل, to visit, to visit. لو ال going to أجا بعدها place كان معناها يذهب بال continuous, okay؟ لأنه يجي بيجي بعدها place to visit, بيجي بعدها فعل بمعنى سوف, لازم يجي بعدها فعل infinitive عشان أحكي عنها إنها معناها سوف. سوف نزور my uncle again soon, قريبا أو حالا. see you soon, أراكم قريبا. خالد, كل الزمن اللي عندنا simple past رح أقرأ بشكل سريع, بس كل فعل رح نتوقف عنده ونحكي زمنه. my uncle works in a tall building in the city, إجا زمن simple present works. my brother and I visited simple past him yesterday, it was the tallest building in the street. we went up, من go, went up to the top, to the top, top يعني الأعلى صح. and we looked, simple past من look, at the street, it was raining, كانت تمطر, past continuous. and the people were very wet, كان الناس مبتلين, simple past. My uncle was very kind, simple past. He showed us, simple past, his desk, درجه. And we played, لعبنا, simple past. A short game, لعبة قصيرة. Snakes and ladder. Then he took us, أخذنا, take, took, taken, to a cafe, some. People had, had, من have, جاي. We chose, من choose, اختارة. Fruit salad. I think that fruit salad is nicer than ice cream, ألطف من الآيس كريم, يعني more delicious than ice cream, يعني ألذ من الآيس كريم. then ثم we went home, ذهبنا إلى البيت. it was a good day, كان يوم لطيف. we are going to visit my uncle again, سوف نزور عمنا مرة أخرى. soon, حالا. see you soon, خالد. طب read with me without the translation, dear Ali. my uncle works in a tall building in the city. my brother and I visited him yesterday. it's the tallest building in the street. we went up to the top and we looked at the street. it was raining and the people were very wet. my uncle was very kind. he showed us his desk and we played a short game of snakes and ladders. then he took us to a cafe. some people had ice cream. we chose a fruit salad. i think that a fruit salad is nicer than ice cream. then we went home. it was a good day. we are going to visit my uncle again soon. see you soon, خالد. read and circle. هلا سريع سريع بدنا نقرا ونضع دائره حول. حكينا circle معناها دائره, وبت circle around, يضع دائره حول خالد. so his uncle yesterday, راى عمه البارحه. yes, according to here, خالد's uncle works in a small building, كان يعمل بناية صغيرة. no, ليش وحكينا عنها؟ a tall building, a tall building الصح اللي إلها بناية طويلة. the weather was sunny, الجو كان مشمس. no, طيب يلا دوري معي الجو كيف كان. look for, look for, look for, شو كان الجو, إيش ماله. هلأ قرأناها أنا وياكو. look for with me. raining, it was raining, مش sunny يعني ممطر, لدرجة انه الناس كانوا very wet مبتلين. okay, no معناهم بدل sunny ايش بدنا نحكي, raining, it was raining. okay, خالد's uncle, عم خالد, bought ice cream, اشترى ice cream. يلا نشوف هون احنا جوابنا الصح. انا حاطة عليها نوع على فكرة, بس يلا نشوف ليه انا حاطة عليها نوع. العم اشترى ايس كريم,
we choose the people have ice cream. We choose. I think that fruit salad is winter. It was over there. Look for with me. أنا حط عليها نو. شوفوا ليه نو. كمان مرة short game of snake and ladder. Then he looked. يلا حطوا معي. Some people had ice cream. We choose a fruit salad. A fruit salad. سلطة الفاكهة. إذا بدل الآيس كريم إيش نحط؟ سلطة الفاكهة. خالد enjoyed the trip. Of course yes. Of course yes. لما بيحكي إنه good day معناها أكيد enjoyed يعني. Good day معناها enjoyed. Yes. Here في عنا choices for according to the choices. Yesterday البارحة at 25 past 3 يعني 3. طبعا الدقائق دائما بحطوها بالأول. past إيش معناها؟ هو 25 يعني 25 دقيقة. رح أقرأ بشكل سريع لأنه صار الإشي مألوف. I was sitting on the bus. كنت أجلس بالباص. طبعا الخيارات من فوق. أيوة. I was sitting. Bus continuous. At 10 to 4. الساعة 4 إلا 10. 10 to إلا 10 و 4. الساعات آخر إشي بحطوها. في درس اسمه الساعات برضو ارجعوا له. قبل الأوقات بحطوا at. At 10 to 4. الساعة 4 إلا 10. I was playing with my friend. كنت ألعب مع صديقي. This morning, هذا الصباح, at 5 to 10, العشرة إلا خمسة. طلع 5 to إلا خمسة. عشرة إلا خمسة. I was going to the shops. كنت أذهب إلى المحلات with mom and dad. طلع was going to, are going to, I'm going to. اللي بيجي بعدها أمكنة معناها يذهب. With my mom and dad, مع أمي وأبي. At 20 past 11, sorry. بالحداش وعشرين دقيقة. أو الإش دائما دقائق أولا. الأت قبل الساعات. 20 باست يعني وعشرين. آخر إش الساعة 11:20 دقيقة. Okay. We were برضو drinking orange juice. كنا نشرب الأورانج جوس and coffee in the cafe. بالكافي. Okay. قرأها بشكل سريع. Yesterday at 25 past. Past 3, I was sitting on a bus. At 10 to 4, I was playing with my friend. This morning at 5 to 10, I was going to the shops with mom and dad. At 20, at 20 past 11, we were drinking orange juice and coffee in a cafe. The tiger is stronger. أقوى من strong. كيف نعملها comparative stronger؟ And more powerful. الصفة الصغيرة ضفنا عليها الـ ER. الصفة الكبيرة بدها قبلها more وبعدها than. ارجعوا للcomparison. And more powerful than the cat. وأقوى من القط. The tiger is stronger. Strong شو صارت؟ Stronger. ضفنا لها الـ ER. And الصفة الكبيرة more قبلها وبعدها than. And more powerful. أقوى than the cat. Stronger و powerful يعني كتير قريب معناهم من بعض. ليش استعمل أسلوب الكومباراتيف؟ ما قارن بين واحد ومجموعة، قارن بين التايجر والكات. أوكي. The tiger swims. القد حكينا بتصير better than. Swims better than أفضل من القط. قارن بين التايجر كيف بيسبح بين التايجر والكات. عشان هيك استعمل الكومباراتيف. أوكي. The giraffe, is the tallest. ما قارن بينها وبين animal تاني. بينها وبين all the animals in the world. بينها وبين كل الحيوانات الموجودة. هاي أسلوب superlative. The tallest يعني the tallest animal. The tallest one in the world. Okay. The elephant, الفيل. وارجعوا للمقارنة كمان مرة. The elephant is الفيل the heaviest الأثقل. ما قارن بين الفيل وبين حيوان تاني. قارن بينه وبين كل الأنيمالز
the heaviest اللي هي بتنتهي بالواي تكتب الواي بعدين E-S-E-S-T that's the heaviest. The tiger and النمر is the most dangerous الأكثر خطرا برضو superlative قارن بين واحد وبين الجميع. The baby lion اللايون الصغير is the youngest and the smallest أصغر سنا وأصغر حجما size okay سهل طلع كيف اللفظ الام هيك بيلفظوها سبيلنج اللي إلها كي 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 البي اتش اللي زي إليفانت هيك جانيوري هيك التري لايك ذس احفظوا كيف لفظهم الاي يعني طلع الحرف اللي كتبيته بالأزرق بالبن أنا خط إيدي ام وهم كاتبينه بالبولد البي اتش اف احفظوا هيك جا جا انكتب بالطريقه هاي اي ما ماندي كومب مشط انيمال كيف نمبر الام بالبولد بي اتش اللي هي الاف فوتو لاف يضحك فاير فايتر شو معنى فاير فايتر رجل اطفاء Elephant B H F يعني لفظناها F January J January Bridge جسر Orange برتقال Village قرية E زي Tree هي اللي بالبولد اللي بالخط الغامق C Speak يتكلم C بحر Teacher E E K Read correct and order اقرأ صحح ورتب طبعا هاي الجمل كتير يعني صارت مألوفة أول إشي بأخذ الفاعل I بعدين الأم شو بعديها الأم بعديها الـ going to visit I am going to visit نادية نادية's aunt عمة نادية حسب الـ what الـ what إيش بده يجي بعدها where are you doing العنوان هاي ماذا تفعل yesterday أو ماذا كنت تفعل yesterday afternoon بعد ظهر البارحة كتير مألوف وكتير مرت معنا ما بعيدها كتير it's حطها بالكابيتال half past three in London ثالثة والنصف في لندن ارجع للساعات كمان مرة complete hi what did you do yesterday ماذا فعلت البارحة I went to the park with my family من عنا بن عنا كل واحد يعبيها زي ما بده أنا عبيتها بطريقتي أنتوا عبوها بطريقتكم you are free I went to the park with my family ذهبت إلى الحديقة ومع عائلتي were you spending an exciting time هل أمضيتم وقت مثير أو رائع أو جميل how about coming with you next time ماذا لو إني أنا جيت معك المرة القادمة good idea كل واحد حسب إنشاءه بيعبي okay thank you for your listening and have a nice day